في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر أقبل يحمله غزو العدوان. أقطار غزو قاتل نار من حسق هوابل، لا دفء فيها ولا منجات وليس أمان. في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر أقبل يحمله غزو العدوان. أقطار غزر قاتل نار من حسق هوابل، لا دفء فيها ولا منجاة وليس أمان. دراغون 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 دراغون، فلتقدم لا تيأس وزراع الكوكب زائل، من طاقة روحك تلقى العم ولأجل بلادها قاتل. فلتقدم لا تيأس وزراع الكوكب زائل، من طاقة روحك تلقى العم ولأجل بلادك قاتل. سأنتقم منك أيها الوغد على قتل معلمي، خذ مني هذه. لا تقول لي بأنني أتيت إلى هنا كي أقاتل الأطفال، أبرزوا لي أقوى فرسانكم، فأنا لم أحضر إلى هنا كي ألعب. إياك أن تقترب من شقيقي. ماذا؟ لم تنفع معه الهجمة؟ ما طبيعة جسد هذا الكائن؟ أنصحك بألا تقتربي من وحشي. بودا بودا ليس وحشا عاديا أيتها الطفلة الصغيرة، لأنه لا أحد يستطيع أن يحميك منه حينها. ما الذي سوف تفعله الآن أيها الطفل الصغير بعد أن كسر سيفك؟ هل تحسب نفسك فارسا وقد تم كسر سيفك؟ الفرسان لا يسمح بأن يخدش سيفهم. لا أظن أنك ستفعل شيئا أيها الطفل الصغير. سوف أفعل وأفعل، سوف أفعل الكثير، وسترى الآن أيها الوغد، مهما كان عددكم أو قوتكم سترون شيئا لم تتصوروا يوما بأن تروه. هل تظن بأن هذا السيف البالي هو سيفي؟ سترى سترى. هل تظن بأنني سوف أسمح لك بأن تقترب من ابن أخي أيها الوغد؟ سترى. كر 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 كر. وهل كنت تظن يا جاك بأنني سوف أسمح لك أصلا بأن تقترب من حبيبي جاكو؟ وأنا يندي كوردينيا وأمامك، لا تلتفت إلى مكان آخر مرة أخرى يا جاك. يندي كوردينيا، ما رأيك يا يندي بأن نعقد هدنتنا الآن؟ ألم تشتاقي لحبيبك جاكو؟ هيا اذهبي وغازليه ببعض كلمات، وأنا سوف أهتم بابن أخي وأنصحه بأن يبتعد عنه. ما رأيك بهذه الصفقة الرائعة يا يندي؟ كر 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 كر. جاك، تريد أن تنقذ ابن أخيك من سيف حبيبي جاكو؟ لا أحد يستطيع أن ينقذها الآن، فعندما يجرد حبيبي رمحه لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الرمح. حتى أنا لا أستطيع بأن أوقفه، لأنه
سيصر على قتل خصمه. كيوك 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 كيوك. والآن من منكم سيكون فريستي الأولى؟ دعوني أختار. إذا اخترت، لقد اخترت، إنه أنت يا جاك. سأكمل مهمتي التي لم أنهيها في المرة الماضية، وستكون فريستي. كيوك 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 كيوك. كر 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 كر. لا تتدخل في معركتي أيها الخفاش العفن. كيوك 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 كيوك. تبا لك أيتها الوغدة يوندي، أنا قادم بأوامر من حاكم هذه المجرة، فنحن في نفس الصف. لا تعترضي طريقتي مرة أخرى يا يوندي. كيوك 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 كيوك. حسن حسن، لقد اخترت فريستي. إن هذا الطفل الشقي يشبه الأمير استبان، لابد أنه ابن شقيقته. سوف أبدأ به. تعال 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 أيها الطفل، تعال إلي. لن أسمح لك بالاقتراب من شقيقي أيها الوغد. لقد تذكرتك، سأنتقم منك لقتل خالي. وهل تظنين بأني سأسمح لك بأن تنفذي بريشك أيتها الخائنة الوغدة؟ تبحثين عن ثأر؟ هل نسيت أن لي ثأرا معك أيتها الوغدة؟ يبدو أننا وصلنا في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب. سوف أنزل عن ظهرك وأقفز يا كركوكيانا، ولكن ابتعدي من هنا قدر الإمكان، لأنك سوف تتأثرين بما سوف أفعله. فنوا مايا الحاكم، مايا إرادة الحاكم، حكم الخضوع، اخضعوا. كيو 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 كيو. تبا تبا، من أين أتى هذا الوغد؟ هذه الحركة لقد قام بها أبيه أمام عيني من قبل. لقد تطور، لقد بدأ يقلد حركات والده. دراغون أيها الوغد، أنت لم تستطع بعد أن تتقن فن هذه المايا. إنك تؤثر على الصديق وعلى العدو في نفس الوقت. أيها الوغد، ارفع هذه القوة كي لا تؤذينا. يبدو أنه جاء من يستحق أن أقاتله أخيرا. إنه أنت من يتكلمون عنه. هيا تعال إلي سبيد أيها الوغد، هيا تحرك وتقدم واستخدم قوتك الغاشمة. لا تتهاون، وإلا سوف أخبر سيدنا تايجيريان. يبدو بأنه لا خيار أمامي الآن. سوف أقتلكم جميعاً.